زينب. هو ثروت ما اتصلش بيكي؟ أبدا، أنا ما كنتش فاكرة قليل الأصل كده. دوكها بقاله شهرين مسافر وده ما ورناش وشه. جواباتي، ثلاث جوابات أبعتهم له ولا سألش فيا. أنا لو منك أكتب له تاني. كفاية كده. لا، لازم تكتبي له. تعالي معي. ماما النهارده كلمتني كتير عنك. قالت لك ايه؟ ملاحظه انك دبلانه وحزينه، وكلمتني كمان عن الاوضه اللي في السطح. بخصوص ايه؟ انه مسافر وما بيدفعش الاجره، مش ممكن حد تاني اجرها غيره. انا دفعت لها اجره الشهرين اللي فاتوا من مصروفي، واظن ده الحل الوحيد اللي يسكتها. انا تعبتك معايا يا رشيده. مش ده المهم، انت لازم تكتبي له لحد ما يرد عليكي. رشيده، رشيده، انا هشغلها لحد ما تكتبي الجواب. كل الرسائل السابقة فسأعرف أنه لم يعد لي ما أعيش من أجله، وأنك حكمت علي بالموت. أقسم لك إنه لم يخطر ببالي أن أطلب الزواج منك ثمنا لما حدث. إني أسامحك لأني أحبك، وكل ما أطلبه منك هو أن أراك، وسأبقى على ذكراك حتى تعود.